54 دقيقة ليف ام احلى لديوز في البحرين. مكمل معكم حتى للخمسة متاع العشاء. لايف ستار كالعادة اخر اخبار المهرجانات. بكري شوية انعقدت الندوة الصحفية لشيخ المهرجانات التونسية مهرجان تبرق الدولي الدورة 58. مش نحكيه اكثر على البرمجة. معنا مباشرة المدير الفني للمهرجان وجيه الهلالي. اهلا وسهلا بك سي وجيه. اهلا بكم في مدينة شيخ المهرجانات. اهلا بكافة المستمعين لإي اف ام. انتوما اخذتوا سبق صحفي توا اثر انتهاء الندوة الصحفية للدورة 58. مشكور سي وجيه. مهرجان تبرق الدولي ان شاء الله بتكون برمجة متنوعة بين فضاءات متنوعة. مسرح البحر، مسرح البازيليك، شواطئ وشوارع المدينة، الحسن الجنوي، المعلم التاريخي والأثري. خصصنا برمجة متنوعة. افتتاح باش يكون بكرنفال يوم 21 جويلية، والاختتام بعرض شبابي لجنجون أرمستا وسيلم هاف يوم 14 أوت. نعطيك لمحة للعروض الكبرى بمهرجان تبرق الدولي. الافتتاح يوم الفعلي يوم 23 جويلية، يوم 23 جويلية بفرقة الوطن العربي المايسترو السيد عبد الرحمن العيادي، مرفوقا بنور الدين الباجي، شلي الحاجي، عدن السواشي، شكري عمر الحناشي. هذه سهرة الافتتاح يوم 23 جويلية. كذلك السهرة الشبابية مع بلطي يوم 29 جويلية. لكن بين 23 و 29 جويلية باش تكون برمجة مخصصة لتنشيط المدينة والشوارع والشواطئ بمدينة تبرقة، واحتفالا كذلك بيوم عيد الجمهورية 25 جويلية. حددنا برمجة متنوعة بين شواطئ مدينة تبرقة وشوارعها. يكون عندنا بلطي نهار 29، عرض الفلاقة لنصر الدين الشبلي يوم 30 بحضور الهادي الدنيا. نرجعوا للمسرح البازيليك، مسرح الأثري، يكون عندنا يوم 31 مسرحية بسامة الحمراوي المايسترو. خصصنا كذلك عروض للأطفال، باش يكون عندنا أجا سيرك في مسرح البازيليك يوم 30 يوم 3 أوت. ثلاثة أوت. ويوم 2 أوت باش يكون عندنا عرض بابا قطوس، كذلك عرض تنشيطي مخصص للأطفال. يوم 4 أوت عرض شبابي بين نخبة من المغنين ليرابور سانفارا كاسو بلينغوس، مرفوقين بباند شوشراء تبرقة اللي هما أبناء مواهب مدينة تبرقة اللي يعتلوا مسرح البحر إن شاء الله في الدورة هذه. خصنا لهم فهمتني فقرات موسيقية لأبنائنا مبدعينا شبابنا إن شاء الله في سهرة شبابية. والوفية الرسمية لمسرح البحر الزيارة لسامي النجم باش تكون يوم 5 أوت. والعرض الحدث اللي نتصوره والمرة يا فهم بحكم ما كنتش معانا في الندوة الصحفية، ان شاء الله نستضيفوكم في البرمجه هذه ان شاء الله. يكون عدنا لاول مره في الشمال الغربي او العرض الحدث نجم تقول الاكسكلوزيفيتي في الدوره 58 لسنه 2022، عرض فاي يونان بمسرح البحر ايقونه الطرب ستعتلي مسرح البحر يوم 6 اوت. باهي برشا. في السهره خاصه ان شاء الله في تبرقه. وكذلك باش يكون عندنا تكريم خاص لامين النهدي بمسرحيه نموت عليك نص منصف ذويب يوم 7 أوت بمسرح البحر. ومن 7 أوت إن شاء الله إلى يوم 11 أوت باش يكون عندنا كذلك فقرات تنشيطية بالمناطق الحدودية والأرياف مدينة تبرقة، اللي مهرجان تبرقة في الدورة هذه باش يخص لهم برمجة متنوعة باش نتنقلوا فهمتي الأحياء وأرياف مدينة تبرقة. هذا المشروع الثقافي اللي تحمل الدورة هذه. ونرجع يوم 11 أوت إن شاء الله العودة إلى المسارح مع مسرح البازيليك، مسرحية الكرهمان المعز التومي اللي نشكره جدا 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 اللي كان متعاون ومتفاهم الوضعية فهمتي المالية، وقال أنا مستعد فهمتي باش نعاون ونأسس ونجي المهم فهمتي نأسس سهرة خاصة بمهرجان تبرق الدولي. هوني باهي برشا برمجة متنوعة وبرجة برمجة مزينة برشا سي وجيه. علاش الإعلان اليوم؟ معناتها فما علاش اليوم بالذات؟ لا احنا اليوم بالذات وانت ممكن
بدلنا الافكار في عن بعد انا وياك. اليوم هو افتتاح المعبر الحدودي فوالا ذاك هذاك شنو باش نسالك انا لانه تزير قريبه لتبرقه برشا فما علاش لانه باش تحل الحدود ان شاء الله باش يزورونا اشقائنا تزيريه في بلادهم لهنا مرحبا بهم الناس الكل ونتصور باش يكون جماهير غفيره في مهرجان تبرقه الدولي. اكيد اكيد احنا شوف تصار علينا برشا ظلم من احباء شيخ المهرجان التونسيه وقتش البرمجه وقتش الاعلان، لكن احنا كان في قرار انفسنا التريث والانتظار الى موعد انطلاق الفعلي بين القطبين الجزائريين الشقيقتين السياحيتين الثقافيتين اللي هما الجزائر وتونس، معبر ملولة تبرقة اللي شرفنا اليوم في يوم 15 جويلية سيد وزير النقل سيد وزير السياحة اللي كانوا فهمتني ترأس الوفود اليوم بين في المعبر الحدودي. لهذا احنا خصصنا لأشقائنا الجزائريين سهرة جزائرية من الصف الأول مع محمي لانو ويعتدي مسرح البحر يوم 12 أوت إن شاء الله، سهرة جزائرية باش تكون فيها متنوعة باهي برشا مرفوخ محمي لانو باش يكون بعض الفنانين التونسيين فهمتني نكتشفوهم إن شاء الله إن شاء الله قادم الأيام. في زخم هذه البرمجة إن شاء الله عندنا نبيها كراو ليوم عيد المرأة 13 أوت بحضور إن شاء الله في انتظار موافقة رسمية من السيدة وزيرة المرأة والسيدة والدكتورة السيدة وزير الشؤون الثقافية. اخر سؤال السواجيه لانه سامحني الوقت يدهمني لقسم الاخبار الاختتام الاختتام بسرعه الاختتام والتذاكر ان شاء الله وقته الاختتام بسرعه ان شاء الله باش يكون بامن الجهه جنجون ماسا ديمو سلم هف سهره شبابيه سهره شبابيه فهمتني متنوعه ان شاء الله. اسعار التذاكر باش تكون في متناول بين 10 دنانير و20 دينار مراعاة المقدرة الشرائية. وأبارتير من وقتاش التذاكر سي واجد؟ أبارتير إن شاء الله إن شاء الله أبارتير من يوم 19 أو 18 جويلية باش يكون انطلاق البيع التذاكر في نقطة البيع دار ثقافة برقة، لكن احنا إن شاء الله باش نسرعوا ما قبل اليومين بعد اليومين بعد الندوة الصحفية باش يكونوا التذاكر متوازنة على موقع تذكرتي إن شاء الله. إن شاء الله، شكرا سي وجيه الهلالي مدير الفني لمهرجان تبرقة، برمجة مزيانة برشا في تبرقة من 21 جويلية ل 14 أوت.